في المحاضرة الماضية بدأنا بالحديث عن جرد المخزون، ومن ثم قمنا بالمعالجة المحاسبية حسب طريقة الأول في الأول وطريقة المتوسط المرجح، وكلا الطريقتين كما قلنا نص عليهم المعيار رقم 2 من معايير الدولية لإعداد التقارير، وهي ما تسمى بالإفارس. استكمالا لما مضى نقوم بأخذ مثال آخر. تستخدم شركة الرائد التجارية نظام الجرد الدوري وفيما يلي نظام الجرد الدوري للمخزون وقلنا كلمة مخزون معناها بضاعة آخر المدة. وفيما يلي بيانات إجمالية عن حركة الصنف عين، اللي هو خلينا نقول بين قوسين ملابس أطفال، خلال عام 2015 رقم واحد في 5/1/2015 رصيد المخزون 300 وحدة بسعر 4 دينار للوحدة. رقم 2 في 2022 مشتريات 150 وحدة بسعر 5 دينار للوحدة. رقم 3 في 24/3 مبيعات 200 وحدة بسعر 10 دينار للوحدة. رقم 4 في 26/5 مشتريات 200 وحدة بسعر 7 دينار للوحدة. رقم 5 في 28/8 مبيعات 250 وحدة بسعر 10 دينار للوحدة. رقم 6 وأخيرا في 5/9 مردودات المبيعات 50 وحدة من المباع في 28/8. المطلوب حساب تكلفة المبيعات وتكلفة المخزون حسب طريقة الأول في الأول وطريقة المتوسط المرجح إذا كما قلنا فيما يلي حركة الصنف عين، وهو ملابس الأطفال، في خلال عام 2015 اللي هو لدى شركة الرائد التجارية، والمعلومات كما هي موجودة أمامنا تختلف قليلا عن عرضها عن المحاضرة السابقة. لدينا رصيد أول المدة ويكون هذا جاي من 31/12
2014. ومن ثم اشترينا في 20/2 وبعنا، وفي 26/5 اشترينا وبعنا في مردودات. ايضا اريد ان اضف الى المطلوب بعض الكلمات. حكينا المطلوب حساب تكلفة المبيعات وتكلفة المخزون حسب طريقتي، الاول في الاول والمتوسط المرجح. ها، مع العلم، مع العلم ان الشركة تتبع نظام الجرد الدوري، مع العلم ان الشركة تتبع نظام الجرد الدوري. نحط تحتها خطين، لان هذه كلمة الجرد الدوري هي التي تحدد آلية الحل، هي التي تحدد آلية الحل. اذا الان نبدأ في عملية، في عملية الحل. الان اول شيء، اول شيء بدي احسب عدد الوحدات المتاحة للبيع زي ما حسبنا في المحاضرة الماضية، حتى تتوفر بعض الرؤية قبل ما اعمل واشتغل في تكلفة المتاح، في تكلفة المتاح، تكلفة المبيعات وتكلفة المخزون. اذا هنا عدد الوحدات المتاحة للبيع تساوي، تساوي نظريا، تساوي نظريا، تفضلي، ناقص المردودات. عدد الوحدات المتاحة للبيع تساوي رصيد واحد واحد. رصيد واحد واحد من مين؟ من المشتريات. رصيد أول مدة من مين؟ من المشتريات أو من البضاعة. يعني مثلا عندي كان 50 ثلاجة واشتريت 1000 ورجعنا 100. ها كان عندي 50، خلافا عن هذا، كان عندي 50 اجانا من الفترة السابقة واشتريت 1000 صاروا 1050، وأنا من اللي اشتريت ورجعت 100 صار قديش المتاح؟ 950. هذه المعلومات الافتراضية، لكن هنا هي رصيد أول مدة زائد المشتريات ناقص مردودات ومسموحات إيه؟ المشتريات، اللي هي تساوي. ها الآن حسب المعلومات الموجودة أمامنا، انتبهوا معي عشان الواحد برضو إيه الشغلات اللي هي مش من ضمن المشتريات نعلم عليها وبتريحنا. يعني الآن رصيد 100 100، مشتريات 100 100، مبيعات حطيت عليها دائرة بأي قلم بيمشي الحال، وهنا المبيعات ومردوداتها. تمام؟ إذا ضل عندي إيه؟ ضل عندي اللي هو رصيد أول مدة، تمام؟ والمشتريات، والمشتريات. هل يوجد لدي مردودات مشتريات في هذا السؤال؟ لا، ولكن في سؤال آخر سوف تكون موجودة بمشيئة الله. إذا الآن يساوي 300 و150، 450 و200. إذا هاي 650 إيش؟ وحدة. أنا بقول عدد الوحدات المتاحة للبيع، وهي المعادلة تبعتهم، وهي المعادلة الخاصة بهما. قلت في المحاضرة القادمة سوف أترجم ترجمة واقعية، بديش أفترض، مش حدش حيستقبلها، لكن تكون موجودة حتشوف فيها. تمام؟ الآن ياسمين شبير، الآن عدد الوحدات المباعة وعدد الوحدات المباعة يا أخوات إجمالي المبيعات ناقص مردودات ومسموحات المبيعات. لدينا بعنا 200 وحدة، علمت عليهم المبيعات، وهنا 250 صار كام؟ 450. رجعنا ايش؟ اذا 450 ناقص 50 يساوي 400 ايه؟ 400 وحدة. اذا الان بالنسبة على الوحدات المباعة بعنا هاي 200، شو انا علمت عليهم اي قلم؟ اذا انا صارت ايش؟ الامور واضحة. ها وهنا مبيعات 250، 450 مردودات مبيعات 50، إذا هي 54 ناقص 50، إذا صافي مبيعاتها كم وحدة؟ 400 وحدة. يعني زي ما نبيع 100 ثلاجة ورجعوا لنا 20، بكون إيش اللي بيعته حقيقة؟ 80. مش صافي هيك تعلمت محاسبة واحد، صافي المبيعات وصافي المشتريات. طيب الآن
الآن هنا عندنا متاح بعنا منه 400، الباقي بده يكون فين؟ وحدات المخزون. إذا هنا هاي 250 عدد وحدات المخزون. ببساطة شديدة جدا قلنا عندنا 100 ثلاجة من السنة الماضية، واشترينا 900، صاروا قديش؟ صاروا قديش؟ عندنا 100 من الفترة السابقة، واشترينا 900 ياسمين، صاروا 1000 يا سماح، تمام؟ بعنا منه 700، قديش حيضل في المخازن؟ حيضل 300. المتاع عندي 650 وحدة، تمام؟ بعنا منها 400، بضل في المخازن ايه؟ 250. ببساطة شديدة جدا في جيبتك من امبارح 20 شيكل، واخذت اليوم 100، صار قديش؟ 120. صرفتي 90 شيكل، قديش لازم يكون في الجيبه؟ 30. وبعدين في النهايه يعني انا عندي كان في جيبتي 120 شيكل، بعد الامبارح على اليوم ضفته 120. الان جزء بده ايش؟ ينصرف، والجزء اللي ما ينصرفش بده يضل ايش؟ في الجيبه. يعني مجموع اللي بنصرف ومجموع اللي في الجيبه لازم يساوي المبلغ اللي الصبح كان في جيبتي، صح ولا لا؟ هيك افترض. طيب الان ايضا بدنا نحسب ها تكلفة الوحدات المتاحة للبيع. معلومة بتهمني عشان اتأكد من حلي، عشان اتأكد لما احسب تكلفة المبيعات وتكلفة المخزون اثنين لو جمعته مع بعض حيساوي تكلفة المتاح. زي ما قلنا تول 120 شيكل، الان لو جمعت المصروف مع اللي هو يضل في الجيبة في المحفظة لازم ايش؟ يساوي كان الصبح في الجيبة في المحفظة، تمام؟ اذا الان تكلفة الوحدات المتاحة عبارة عن ايش؟ عبارة عنها رصيد اول مدة كم وحدة؟ 300 ضرب 300 ضرب 4 زائد 150 في ايش؟ في 5. 150 ضرب 5 زائد ها. شوف انا علمت على المبيعات، اذا بتوهش فيهم الان، بدي اكون دقيق اعلم. اذا انا هي اخذت 300، اخذت 150، باجي باخذ ايه؟ 200 في ايش؟ في 7. ممتاز، كله اجمع اضرب واعمل مع بعض يطلع 3350، صح؟ 3350 ايش؟ دينار. لانه انا بحسب تكلفه الان، انا بحسب ايه؟ تكلفة. كلمة عدد بتكون بالوحدة، التكلفة تكون دائما بالدينار، تمام؟ ها زي ما تنسالي كم ساعة مسجلة؟ حتقولي 15 ساعة. قديش دفعتي؟ حتقولي والله 250 دينار. شايف كيف؟ تكلفة، تمام؟ طيب الآن بعد هذا الكلام هل من سؤال؟ نيجي نبدأ في أول شيء حسب طريقة الأول في الأول، اللي هي ايش؟ الفايفو. اللي هي ايش؟ الفايفو. وقلنا مفتاح الحل حسب الإطار النظري، حسب إطار النظري. مين بده يجاوب؟ حكاية المباع أفضل من المخزون أحدث. ممتاز، إذا هنا المباع أقدم. ماذا نقصد بكلمة أقدم؟ يعني أقدم تاريخا. اللي هو معناه المباع أقدم، يعني إيش اللي أجعل المخازن أقدم تاريخا هو المقصود بالأقدم، والمخزون يكون ايش؟ الأحدث. ممتاز، المخزون احدث. اذا هنا يكون امامنا مفتاح الحل حتى ايه؟ الان بنقول تكلفة الوحدات المباعة، تكلفة الوحدات المباعة. الوحدات المباعة يا دانيا قديش؟ الوحدات المباعة 400. الوحدات المباعة ايش؟ 400. تمام؟ طيب الآن المباع من مين؟ من الأقدم. مين اللي يجاوب؟ تفضلي. 300 ضرب 4 ممتاز. إذا الآن أخوات أنا بتبع طريقة الأول في الأول، تمام؟ طريقة الأول في الأول.
الآن المباع من مين؟ من الأقدم. طيب أنا كم وحدة بعت؟ 400. إذا باجي وقول 300 في إيش؟ في أربعة. هاي 300 ضرب 4 يساوي 1200 دينار. 1200 دينار. تمام؟ الآن أنا بدي 400. إذا بضلني ها هذه أخذتها. بدي أخذ من 150 هذا زي ما حكت. 100 زي ما حكت سماح ولا دخل هاي 100 تمام حكت آية تمام. إذا 100 في إيش؟ هاي 100 ضرب 5 ويساوي 500 دينار. ويساوي 500 دينار. إذا الآن هاي 300 وهاي 100. هاي 300 وهاي 100 يا جماعة تمام. 300 و100 هاي 400 وحدة تكلفتهم كام؟ 1700 دينار. إذا تكلفة 400 وحدة في ظل هذه الطريقة كام؟ 1700 دينار. تكلفة الوحدات إيه؟ المباعة. طيب هل من سؤال؟ طيب الآن تكلفة وحدات المخزون. المخزون عندنا قلنا الوحدات المتبقية في المخازن كام؟ 250. تمام. المخزون من ايش؟ حسب القانون. يعني حناخد ايش؟ انتبهوا العائلة عن الدوائر مبيعات مش دعوا فيهم. اذا الان غدا باجي ايش؟ هي 200. هي احدث مشتريات يا شباب. هي احدث. هي 200. 200 في ايش؟ 200 ضرب 7 يساوي 1400 دينار. 1400 دينار. ماشي خولاه؟ طيب الآن بدي أكمل. باخذ من 150 50. باخذ من 150 50. إذا 50 ضرب 5 ويساوي 250 دينار. إذا هاي 250 وحدة تكلفة المخزون حتكون 1600 وإيش؟ 1650 دينار. نعم. ستوب ياسمين. الآن المبيعات هذه وحدات أنا بعتها. لما أنا بدي أبيع مش بدخل في البضاعة في المخازن، بدخل المشتريات. بتداخل من المشتريات، ماليش دعوة. هذه وحدات مباعة. أنا قلت إيه؟ حسب نظام الجرد الدوري حطوا تحتيه خطين. الآن الجرد الدوري الحل فيه يختلف عن الجرد المستمر. يعني لاحظوا إحنا في الجرد الدوري جمعت أنا كل المتاح وجمعت كل المباع وطلعت المخزون، وبعدين صرت أشتغل على حسب الطريقة. فقلت أنا وحدات المخزون 250 وحدة. الآن لما أنا بدي أبيع هذول 250 وحدة، بدي أبيع من مين؟ من مين المخزون بدي يكون؟ من مين؟ من أحدث المشتريات. الآن إحنا قلنا في المفهوم وفقا لهذه الطريقة فإن البضاعة المشترى أولا تباع أولا، وبالتالي المخزون ها اسمع ايش بدي احكي. وبالتالي المخزون يكون من احدث المشتريات. ما ذكرتش مبيعات، ما ذكرتش من احدث المشتريات. يعني البضاعة الموجودة حديثا عندي في المخزن ببيع منها. واضح؟ اي سؤال ثاني؟ طيب الان قبل ما ابدا انا بالحل قلت تكلفة المتاح 3350 تمام، والوحدات المتاحة كلها كم؟ الان لو جمعنا 400 و250 حيطلع كام؟ 650. ايش وحدة؟ مش احنا قلنا جزء من الوحدة المتاح عندنا جزء بنبيعه وجزء بضل في المخازن، وزي ما حكينا في جيبنا فيه 200 شيكل اصرفنا 150 وكل حيطلع 50. فيش كلام تاني غير هيك يعني، وهذا موضوع يعني امره بسيط يعني. الان لو جمعنا تكلفة المباع وتكلفة المخزون هيطلع ايش؟ نفس التكلفة تمام. بس قلنا يعني احيانا بيجيبش لنا زي هيك. يقول من المعلومات السابقة
إن تكلفة الوحدات المباعة حسب طريقة الأول في الأول هي ألف باء جيم دا. تمام؟ ها وإيش؟ بعدين عبارة تانية من المعلومات السابقة، تكلفة المخزون حسب طريقة المتوسط المرجح هي يا سجل. تمام؟ هي ها إذا المعلومات ها إحنا عندنا تكلفة مبيعات تكلفة مخزون. جاب طلب منا تكلفة المبيعات حسب طريقة الأول في الأول مثلا، وتكلفة المخزون حسب طريقة المتوسط، أو العكس، أو المخزون حسب الأول في الأول والمبيعات حسب إيش؟ المتوسط. يعني ممكن ما يجيبش الاثنين مع بعض، حتى يقول زي المرة الماضية نقول أو تكلفة اللي هو المخزون تساوي 3500 أو تكلفة المخزون تساوي تكلفة المتاح ناقص مين؟ تكلفة المبيعات. تمام؟ ويساوي 3350. مش دائما بتكون متوفرة هذه المعلومات، يطلب منا التنتين، فاحنا بدنا نتعلم كيف نتعامل مع كل واحدة منهما على حدة. هاي 1700 إذا يساوي 1650 دولار. مين عنده أي سؤال؟ مين عنده أي سؤال؟ نعم. طبعا كما قلت هذه هي إيش؟ هذه هي طريقة الأول في الأول. الآن بدنا ننتقل إلى طريقة المتوسط المرجح. طريقة المتوسط المرجح. إذا أول شيء تفضلي. إذا هنا عندنا طريقة المتوسط المرجح، لابد من حساب متوسط مرجح. والمتوسط يساوي تكلفة الوحدات المتاحة للبيع على عدد الوحدات المتاحة للبيع. تمام؟ ويساوي قديش هاي الدين؟ هلا احسب محل 3350 على 650 وحدة، ويساوي 5.5154 دينار للوحدة. إذا في ظل المتوسط المرجح لابد من حساب أول شيء المتوسط، وهذا الكلام يكون بهذا الشكل زي ما تشايفين في ظل طريقة الجرد الدوري. طيب بعد ما حسبنا المتوسط نقول ايه؟ تكلفة المبيعات. تكلفة تفضلي 400 ضرب 5.104. ماشي. الآن بدي احسب تكلفة المبيعات. تكلفة المبيعات عبارة عن ايش؟ كم عدد وحدات المباعة؟ 400. تساوي 400 وحدة ضرب 5.154 يساوي 2061 يساوي 2061 دينار. 2061 دينار. إذا كانت 2060.5 هنا إيش بنقرب هذا الرقم بعد الفاصلة، خاصة في إيش؟ في الأرقام الإجمالية. يعني زي هيك. لكن على مستوى الوحدة الواحدة، لا يجوز التقريب. على الإطلاق. لازم 5.154 فلس، ثلاث أرقام بعد الفاصلة لازم يكون عندنا هيك. ماشي؟ طيب الآن بعد هيك ننتقل إلى تكلفة إيش؟ المخزون. تكلفة المخزون. تفضلي. 250 ضرب 5.54 وحدة ضرب
5.154 ويساوي 1289 دينار. تطلع هذه 1288.5، بنقربها من النص وصاعد يقرب، واذا كان 4 ونازل خلص بنحذفه لاغراض التبسيط، لان هذا ارقام اجماليه ولاغراض التبسيط في المحاضرات، لكن على ارض الواقع لابد ان نتعامل باي رقم بعد الفاصله في كل شيء. كل شيء طبعا. الان لو جمعنا هنا ال 2600 هذول الرقمين حيطلع 3000 وايش؟ دينار. تمام؟ ولكن كما قلت لا يجوز. هنا الافضل نحسب كل واحدة على حدة، لانه ممكن السؤال زي ما حكينا يحكي حسب طريقة المتوسط المرجح يحسب تكلفة المبيعات، وحسب طريقة الاول في الاول يحسب تكلفة المخزون. فبدنا نعرف كيف نتعامل مع المعلومات كل منهما على حدة، ونحط في طريقة الاول في الاول نحط مفتاح الحل امامنا حتى نعرف كيف بنبدأ. هل من سؤال؟ طيب الان اخوات، هذا بالنسبة للجرد الدوري. طيب كيف بدنا نثبت عملية البيع والشراء؟ في دفتر اليومية. إذا الآن نكتب المطلوب من معلومات السؤال السابق. تمام؟ من معلومات السؤال السابق المطلوب إثبات القيود اليومية اللازمة. بافتراض أن الشركة تتبع نظام الجرد الدوري والمستمر. الآن أخاك هاي الحل القيود. تمام؟ بنقسم الصفحة هيك وبنكتب هنا جرد دوري، وهنا جرد ايش؟ مستمر. تمام؟ عشان نقرب الصورة. الجرد الدوري للعلم، اخذته في محاسب واحد. القيود اللي كنت اخذوها في محاسب واحد هي قيود الجرد الدوري. لكن مستمر يطرأ عليه بعض التغيير. احنا في النهاية ليش بدي اعمل الدوري؟ عشان نذكركم تكون معلومة ايش؟ تربطوها مع ملف سابق. بدناش ندخل على المستمر مباشرة، لا. لكن في النهاية في الامتحان مطلوب منكم ايش؟ المستمر وليس الدوري. الكاس وليس الدوري. طيب، الآن عندنا الجرد الدوري. نيجي، هي العمليات موجودة أمامنا. تمام؟ الآن الرصيد عايز قيد؟ لا. الرصيد ما أثبت. مش أجل من الفترة السابقة؟ إذا أثبت فيها خلصنا منها. الآن نيجي لرقم 2. ها، الجرد الدوري زي ما حكينا، زي ما أخذنا في محاسبة واحد. إذا الآن عملية الشراء حنقول زي ما من حساب المشتريات. إلى حساب الموردين 150 ضرب 5 يبقى 750. الآن بعيد تاني. في محاسبة واحدة كنا نشتري بضاعة، نقول من حساب المشتريات إلى الصندوق البنك الموردين. الآن في هذا السؤال طبعا بنضيف معلومة، بنقول أن المشتريات والمبيعات على الحساب. بتكون معلومة موجودة أن المشتريات والمبيعات على الحساب، عشان هيك انكتبت إلى الموردين، ما كتبش الصندوق زي ما البعض حكى. بتكون في عندنا معلومة أن المشتريات والمبيعات على الحساب. تمام، هذا عارفينه. الآن في الجرد، المستمر، كلمة واحد يعني شغلة بسيطة تتغير. الآن بدل ما نقول المشتريات حنقول مراقبة المخزون أو مراقبة البضاعة،
وكلمة بضاعة معناها بضاعة آخر المدة. إذن هنا نقول في الجد المستمر من حساب مراقبة المخزون إلى حساب الموردين 150 ضرب 5 750 سبعمية. إذن كما نلاحظ في ظل الجد المستمر نقول بدل المشتريات من حساب مراقبة المخزون أو من حساب مراقبة البضاعة، بنوحد المصطلح يا هيك يا هيك. طيب والتكرار معلم الشطار، والمرة الجاية حناخذ كل هذا المحاضرة القادمة أيضا، اليوم بنمهد له في الدقائق المتبقية. رقم 3 مبيعات، رقم 3 المبيعات. احكي يا ياسمين. حساب المدينين، حساب المدينين إلى المبيعات. إذا نقول هنا من حساب المدينين إلى حساب المبيعات، وهنا كم وحدة بعنا؟ 210. 200 في 10، أحسنتم، هي 2000 دولار. قيد الختم حسب واحد. لما نبيع لخالد ولحسن ولأمل ووفاء ونسرين وياسمين وجمانة وغادة ولا كلهم، هنقول من حساب اللي هذول يمثلوا ايش؟ مدينين شهد. اذا من حساب المدينين الى حساب المبيعات، لان المبيعات بطبيعتها دائنة، مثل ما ان المشتريات بطبيعتها ايش؟ مدينة. طيب نأتي الان هنا في الجرد المستمر يصير عندنا قيدين. في الجرد المستمر بدي يصير عندنا قيدين، قيد بسعر البيع وقيد بسعر التكلفة، عشان بدي اعرف اللي انا بعته مثلا ب2000 بدي اشوف قديش تكلفته اول باول، بدي اعرف ايش الوضع تبعي. تمام. اذا اول قيد يا اخوان، اول قيد حيكون نفس القيد اللي هنا، من حساب المدينين، من حساب المدينين الى حساب المبيعات. اذا هنا 200 ضرب 10. اذا هنا بالنسبة لرقم 3 عملية البيع تكون مرة هنا بسعر البيع، والقيد الثاني بسعر ايش؟ التكلفة. ممتاز. ها، بسعر البيع وبسعر التكلفة، يعني بمعنى اخر عملية البيع في الجرد المستمر لها قيدين، لها قيدين، لها قيدين. الآن بالنسبة هنا، ها أنا إيش بقول؟ إثبات المبيعات بسعر التكلفة. ها يعني يوم ما جبت البضاعة ودخلتها المخزن قلت مراقبة المخزون. اليوم لما بدي أطلع منها بدي يصير مراقبة المخزون بدل المدينة، بدي يصير إيش؟ دائنة. طب أنا بحكي عن مين؟ عن تكلفة المبيعات. إذا تكلفة بدها تأخذ الطرف المدين. تفضلي. ها، من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب إيش؟ إلى حساب مراقبة المخزون. إلى حساب مراقبة، هذا القيد النظري، هذا القيد النظري. أخوات أنا سمعت مصطلح إلى حساب مراقبة البضاعة. إذا كتبت أنا هنا مراقبة البضاعة بقول مراقبة البضاعة. لكن بدينا بمخزون. ما خلص يعني هاي أو هاي كلاهما، بس بدنا نوحد الأمور هذه. ماشي؟ طيب. الآن أول شيء أنا قلت هنا المبيعات اثبتها بسعر البيع، وهنا اثبتها إيش؟ اثبتها بسعر التكلفة، عشان بدي أقارن، بدي أقارن التكلفة مع إيش؟ مع سعر البيع، مع سعر البيع. تمام؟ طيب الآن قلت أنا هنا اثبت بسعر التكلفة، بقولها من حساب تكلفة المبيعات بجعلها مدينة، والمخزون كان بدي أطلع منه، هي لما دخلت كان مدين، ولما طلع بدي أطلع منه كان إيش؟ دائن. طيب ستوب. وايضا في معلومه ثانيه، انه هنا الشغل بده يكون حسب طريقه الاول، حسب طريقه الاول في ايش؟ بتكون معلومه مضافه لنا اثبات قيود، القيود مع العلم ان الشركه تتبع اللي هو الجرد الدوري المستمر، وحسب طريقه الاول في الاول، لانه حتى الاول في الاول او المتوسط المرجح بتاثر على الارقام الموجوده هنا، تأثر على الأرقام. طيب ها انتبهوا معي،
طبعا احنا مش شرط نحل السؤال كله يعني. الان عندنا هاب مخزون اول مده ومشتريات واجهزه مبيعات. اليوم يا اخوات اليوم النهارده 24/3 بعرف بكره ايش بدي اسوي. الان اليوم 24/3 اليوم هاب 24/3 يعني تحت القلم في عالم الغيب. في عالم ايش؟ الغيب. بعرفش عنه ولا حاجه. الان بقول لك اليوم 24 بعرف بكره ايش بدي اسوي؟ لا اليوم 24/3 اذا هي المتوفر عندي. لما اجتني البيع على 200 وحده الموجود عندي الموجود عندي ايش؟ 300 وايش؟ و150 فقط. اليوم 24/3 تمام؟ اجتني عمليه بيعها ها. وقلت لكم بيختلف الوضع في الجرد الدوري عن الجرد ايش؟ المستمر. الجرد الدوري قلنا احنا في نهايه العام، لكن المستمر يكون دائما خلال العام، كل لحظه بعمل جرد مستمر. طيب الان عندنا هاي زي ما حكيت، الان انا عندي في المخازن تحت القلم في عالم الغيب بعرفش عنه ولا حاجه. الان عندي 300 وعندي 150 وجدتني بيعه 200 وحده. طيب انا بتبع اي طريقه؟ المباع من مين؟ تمام. اذا الان ال 200 وحده هذول انباع من مين؟ حاخذهم من مين؟ من ال 300. انا برجع ثاني بحكي قبل ما اكتب. عندي 300 وعندي 150 اجتني بيعه 200 وحده. اليوم 24/3 اجتني اللي تحت القلم في عالم الغيب بعرفش عنه ولا حاجه. هل بعرف انا بكره شو بدي اسوي؟ بدي اشتري؟ بدي ابيع؟ ما هو عشان تكون واضح الامور. طيب اذا الان لما اخذ انا هنا 200 بضل قد ايه؟ بضل 100. اذا الان يا صبايا بحط 200 في قد ايش؟ في 4. هاي 800. هاي 800. تمام؟ الحديثة بقية ما تقلبوش. اوكي؟ نروح على رقم أربعة. رقم أربعة عندنا مشتريات. المشتريات زي هذا القيد. أي مشتريات؟ حنقول من حساب المشتريات إلى حساب الموردين. أيوة. قديش أنا اشتريت؟ 200. في كام؟ 200 ضرب 7 1400 دولار. طيب لو بدنا نثبت في الجرد المستمر يلا ايش حنقول؟ من حساب ورقمك المخزون الى حساب الموردين. ممتاز. نفس الشيء بس تغير قيد النظر. من حساب مراقبه المخزون الى حساب الموردين. 200 ضرب 7 1400 دينار. لاحظوا بس كلمة تغير الأرقام في المشتريات تختلفش. ولا بنقول طلعت أول في الأول لأن أنا إيش اشتريت دفعت فعلا. تمام؟ بس المبيعات هي اللي بيكون فيها ماشي؟ نروح لرقم 5. رقم 5 الآن إحنا بعنا كام؟ 250. طبعا حنقول من حساب المدينين إلى حساب المبيعات كام؟ 250 ضرب 10 2500 دينار. الآن بنيجي هنا ها إثبات المبيعات بسعر البيع وتحطوا القيد. إثبات المبيعات بسعر البيع وبنقول ها الآن عملية البيع حنقول هنا من حساب المدينين إلى حساب المبيعات 2500 دينار. الآن بدنا نثبت المبيعات بسعر التكلفة. سعر التكلفة. ها إثبات المبيعات بسعر التكلفة من حساب تكلفة المبيعات مراقبة ها من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب مراقبة المخزون. الآن يا أخوات انتبهوا معي.
انتبهوا معي كيف بدي اقيم؟ اذا الان احنا بعد بعنا 200 ضل عندنا في المخزن قديش؟ طيب الان ستوب تحت القلم في عالم الغيب. انا بعرف بدي ارجع منهم اللي اشتريتهم. الان لما جتني البيعه 250 ايش في عندي؟ في 100 وفي 150 وفي 200. الان المباع حسب الاول في الاول من 100 هاخذ ايش؟ 100 في ايش؟ و150 في ايش؟ 100 زائد 150 هي 250. اذا هنا 100 ضرب ايش؟ 4 زائد 50 ضرب ايش؟ 150. طبعا 400 و750 حيطلع 1150. 1150 تمام. الان عندنا اخر شيء، اخر شيء رقم 6 كله حنشرحه زي ما حكينا. الان رقم 6 الان في عمليه الرد، رد 50 وحده. ايش تعلمتوا المردودات في محاسبة واحد؟ من حساب مردودات المبيعات، من حساب مردودات المبيعات الى حساب ايش؟ المدينين. رجعنا 50 وحدة، 50 وحدة ضرب ايش؟ ضرب 10. تمام؟ الان القيد هذا نفسه بده يكون هنا، من حساب مردودات المبيعات الى حساب المدينين 500. تمام. الان المردودات ايضا في لها قيد الرد بسعر، بسعر بسعر البيع، وفي بسعر ايش؟ يعني هنا المردودات بسعر التكلفه، وهنا بسعر ايش؟ البيع. طيب الان المردودات بسعر التكلفه يا اخوان، الان اطلع على القيد. لما نحن بعنا ايش كان القيد؟ من التكلفه الى ايش؟ مخزون. الآن بدي ينقلب، بدي ينعكس، يعني من حساب من حساب مراقبة المخزون إلى حساب تكلفة المبيعات. مش الآن الوحدات لما ترجع تدخل المخازن بدي يزيد؟ طيب الآن أكم وحدة؟ هي 50. تمام. طيب بأي سعر، بأي سعر بدها الوحدات؟ قال المرجع من إيش؟ من المباع في يوم إيش؟ في 20. الآن 20 هيو هيو هي مكوناته، هاي مكوناته. الآن للعلم المرجع، المرجع من إيش؟ من الأحدث. كمان القاعدة بنوضحها المرة الجاية. حتكون إذا الخمسين في إيش؟ 50 في 5. 50 في 5. 50 هذه تكلفة، هذه تكلفة، هذه تكلفة. هنا المردودات بسعر، المردودات بسعر التكلفة، المردودات بسعر البيع. تمام. مردودات هنا بسعر البيع، هذه 50 ضرب 10، لكن هنا المردودات بسعر التكلفة. فبناخذ هاي المكونات. بهذا نصل إلى نهاية محاضرة اليوم.